في الرياض وجدة كتب شيء من تاريخ كرة القدم أمام أعين العالم عندما احتضنت ملاعب المملكة مباريات بطولة سوبر كلاسيكو في الفترة من 11 وحتى 16 من أكتوبر الجاري. ولن ينسى عشاق المستديرة الستة أيام تلك التي كتبت بأحرف من ذهب في سجلات كرة القدم بعدما صنع رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ حلما لم يكن في الحسبان وحوله إلى واقع بدعم واهتمام من القيادة. الرياض كانت المحطة الأولى للبطولة التي انطلقت بمواجهة العراق والأرجنتين وسط حضور جماهيري كبير. بعدها التقى المنتخب الأول مع منتخب البرازيل في مباراة مثيرة شهدها حضور جماهيري ملأ مدرجات ملعب الجامعة. وتلا هذه المواجهة الكبيرة مواجهة أخرى جمعت المنتخبين الشقيقين السعودي والعراقي على ذات الملعب. وفي جدة كانت المحطة الثانية لمباريات سوبر كلاسيكو حيث اتجهت أنظار العالم نحو استاد الجوهرة الذي احتضن جوهرة مباريات كرة القدم في العالم أمام أكثر من 62 ألف متفرج حضروا لمشاهدة نجوم السامبا والتانغو في عرس كروي عالمي فريد من نوعه يقام لأول مرة في الشرق الأوسط. ولم يكن السوبر كلاسيكو مجرد مباريات كروية بين تلك المنتخبات الأربع بل كان نافذة وواجهة جديدة للتعرف بنماء وازدهار المملكة في جميع المجالات وبتاريخها وإرثها الرياضي والاجتماعي والثقافي والحضاري وبرؤيتها الطموحة 2030 التي تمضي نحو مستقبل جديد للبلاد. حمد المينا، الإخبارية.